فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم، فهل يجمع والثيب بالثيب الجلد والرجم فهل يجمع مع الرجم الجلد أيضا؟ نعم، يجمع بين الرجم والجلد في حق الرجل والمرأة إذا كانا محصنين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.